Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila laqona la jame. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fis siha wal afiyah. اليوم سأدرس لكم اللغة العربية الصف الخامس. موضوعنا اليوم رفق بالحيوانات. سنركز الجملة متناسقة. هيا نقرأ الجملة متناسقة. هيا نقرأ معي. أولا، هذا ماعز. الماعز حيوان أليف. الماعز يعيش في حظيرة. مرة ثانية، هذا ماعز. الماعز حيوان أليف. الماعز يعيش في حظيرة. مرة أخرى، هذا ماعز. الماعز حيوان أليف. الماعز يعيش في حظيرة. بمعنى ini kambing. Kambing haiwan yang jinak. Kambing hidup di dalam kandang. ثانيا، ذلك فيل. الفيل حيوان كبير. الفيل يعيش في الغابة. مرة ثانية، ذلك فيل. الفيل حيوان كبير. الفيل يعيش في الغابة. مرة أخرى، ذلك فيل. الفيل حيوان كبير. الفيل يعيش في الغابة.